أصاب العالم ومجتاح الإنسانية ولم تخلو منه أيضا بلادنا حرسها الله من انتشار هذه الجائحة وهذا الوباء وهو فيروس كورونا. ولا شك أنه ابتلاء وامتحان من الله تبارك وتعالى، وواجبنا الصبر والاحتساب والسمع والطاعة لولاة الأمر حفظهم الله فيما يتخذونه من إجراءات احترازية وتدابير وقائية. ولا شك أن ما قامت به المملكة العربية السعودية من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أمر يجب علينا أن نلتزم به، ومن أهم ما ينبغي الالتزام به البقاء في المنزل والقرار في البيوت. اعلم أخي المسلم أن الالتزام في البيوت والبقاء فيها وقت انتشار هذا الفيروس من أهم الأسلحة التي تدفع عنا بإذن الله وعن بلادنا انتشار هذه الأوبئة وهذه الأمراض الفتاكة. وواجبنا أن نتعاون مع ولاة الأمر وأن نلتزم ونتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، لأن من مقاصد شريعتنا حفظ النفس وحفظ الروح وحفظ البدن، وكل هذه الإجراءات إنما هي لمصلحتك ولمصلحة وطنك ولمصلحة بلدك. حمى الله بلادنا وبلاد المسلمين من كل وباء ومكروه، وأبشروا وتفاءلوا وأملوا واحذروا القلق والجزع والفزع والاضطراب، وتأكدوا من مصادر تلقي المعلومات والحذر من الشائعات المغرضة والافتراءات الكاذبة، وخذوا الأمر من مصادره الموثوقة كالجهات الأمنية وكوزارة الصحة والجهات ذات العلاقة. حفظ الله بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وكورونا وسيء الأسقام يا ذا الجلال والإكرام. تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو، واعتصمنا بذي الملك والملكوت والعزة والجبروت.